السلام عليكم. اليوم رانا في مناسبة مهمة 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 جدا، هي اليوم العالمي للأطفال المصابين بمتلازمة داون، لا تريزومي 21، لي زونفون تريزوميك. رانا هنا باش نحتفلوا معاهم، عمو يزيد مع باخرة الدوفان، مع مجمع الشروق الإعلامي، شركة رامي وشركة شيبس مهبول، عرضوا أطفال مع الأولياء نتاعهم إلى نزهة في الباخرة. دونك يخرجوا معنا في البابور مع والديهم ونفرحوا ونديروا لهم حفلة في الباخرة. اليوم نفرحوا مع كاع الأطفال تاع لا تريزومي 21، وحبيناكم أنتم تاني تساعدونا، لأنه المجتمع التعايش فيه مهم جدا. التعايش واش هو؟ أني نراعي إحساس الآخر، أني نعطف على الآخر، أني نساعد الآخر. هاد الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة محتاجيننا، محتاجينكم أنتم تاني. وحبيت من خلال هذا المنبر نوجه تحية للأولياء نتاع الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، لأنه حياتهم كفاح وعناء، إذن لازم نخفوا عليهم شوية. إذن تابعونا في هذا الحفل الحصري على الشروق تي في للأطفال المصابين بمتلازمة داون لتريزوميك. نحبكم، يلا. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي حتى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. يلا يلا أصدقائي، نعود نكمل مع بعض بصوت عالي. عمو يزيد، عمو يزيد. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. La 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 la
احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في بالليل معانا خال عمو يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في بالليل معانا خال عمو يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم مرحبا بكم في هذه المناسبة السعيدة اللي هي اليوم العالمي للمصابين بمتلازمة داون لا تريزومي 21. حنا رانا هنا اليوم للتحسيس للتحسيس. لماذا في كل مرة نتكلموا نقولوا بلي المجتمع والمجتمع المجتمع المجتمع، اليوم رانا هنا باش نقولوا يا ناس من فضلكم رأفة بذوي الاحتياجات الخاصة. كي نقولوا احتياجات خاصة معناتها عندهم احتياجات خاصة، وهذه الاحتياجات الخاصة أنا نظن فيها الحنان، الحنان والعطف لازم نتعايشوا في المجتمع. إذا اليوم رانا باش نوصلوا صوتكم سيرتو خاصة للإدماج المدرسي والمهني. إن شاء الله ولادنا كامل 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 تكون عندهم حقوق، وخاصة اليوم رانا هنا باش نتكلموا على لي تريزوميك. يا اخي يا اطفال اذا واش رايكم اليوم؟ وعجبكم الحال؟ عجبكم الحال؟ جاب لي ربي الاولياء عجبهم الحال اكثر من الدراري. لا لا اذا والله شرف عظيم اني نشوف أني نكون سبب صغير، لأني مانيش وحدي هنا، ماذا بيا كامل. نشكر 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 الناس اللي بفضلهم رانا هنا اليوم. أنتوما بفضلكم، بفضل كذلك سفينة أو باخرة الدوفان اللي نحييوهم، رحبوا بنا بزاف وقالوا لنا الباخرة راهي نتاعكم، راهي نتاعكم في أي وقت. وعندي مفاجأة لكم، بالرغم من سوء الأحوال الجوية رايحين من بعد، عندي مفاجأة رايحين تطلعوا تشوفوا البابور، تطلعوا ديروا زيارة وتاخذوا الصور. فوالا تاخذوا الصور، ونوعدكم باللي المرة الجاية عن قريب عن قريب مؤسسة باخرة لودوفان قالوا لكم راكم في داركم وتعاودوا ترجعوا ونروحوا بكم، نروحوا على الأقل حتى الشرشال ولا تحوسوا في البابور يا أخي. بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر، أرادني عديمة لكنني مثابر لغايات العظيمة. زمان تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغايات العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغايات العظيمة. أنا المعاق إذا كما وعدناكم هذه النزهة في الباخرة هذه راح تكون إن شاء الله، وما تكونش مرة ولا اثنين، راح تكون لأنه باخرة الدوفة مع شركة رامي وشركة شيبس مهبول ومجمع الشروق وعدونا باللي رايحين نديروا نخرجوا بزاف في الباخرة هذه، خاصة للأطفال، لأنه الطفل بالمرات تقول لأنه الطفل اللي عنده احتياجات خاصة
في العالم كامل بأسره سيبوا بالمرات يخلوا قال خليه في الدار ما نخرجوش كي نروح نضيف عندي ما منديش كي نروح يعني أنا عارفين كاع هاد المشاكل اللي راكم تتخبطوا فيهم حنا ماذا بينا كي تجوا لعندنا تجيبوهم هذا هو بلا يساعدوا خليه ما تدومش بهنا تجيبوهم مرحبا بكم مرحبا بكم بيسير بيسير هاي هيا زيادة على بخيرة الدلفين لودوفان معنا متعاملين اللي عاونونا باش تكونوا فرحانين اليوم مجمع الشروق الإعلامي كذلك شركة رامي وشركة شيبس مهبول اليوم جاو ساندونا في هذا اليوم هذا الجميل هذا باش تكونوا فرحانين وانا ماذا بيا ان شاء الله يا اطفال اللي راهم يقراو راكم تقراو مليح شكون اللي يقرا شكون اللي متمدرس هنا في ديدو الله يبارك الله على بالكم هذا السؤال كنت طرحته عندها سنوات لانه عمو يزيد مع الاطفال عنده قصه طويله هذا السؤال كنت طرحته عندها بزاف ماشي بزاف الايدي اللي ترفعوا اذا راني نشوف باللي كاين تحسن دونك يفو ساكروشي ما لازمش فو با بيسي لي بغا اطفالنا اعز ما نملك يا اخي واش تحبوا شكون يعرف وقتاش اندلعت ثوره التحرير في اي يوم قامت الثوره في وقتاش شكون يعرف وقتاش وقتاش اندلعت ثوره التحرير شكون يعرف تعرف تعال 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 معليش نشوفوا صديقنا تعال واسمك لاميا خليفي لاميا خليفي الله يبارك وقتاش اندلعت ثورة التحرير في نوفمبر في نوفمبر برافو 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 اعطيني الهدية تاعها اعطيني الهدية تاعها تعالي بنتي نعطوك هدية احنا الشاطرين شاطرين نحبوهم بزاف شاطرين نحبوهم شاطرة بنتي اعطيني الهدية تاعها بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية هذه المتواضعة إذا بنتي كيفاش عرفتي بلي ثورة التحرير انطلقت في المدرسة واو تصفيقة اللي قرات في المدرسة تصفيقة 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 قرات في المدرسة شيء شوفوا والله العظيم غير لحميت شوكي قالت لي قريت في المدرسة لأنه الكومبا الكفاح تاع الاولياء اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه لاولادهم عندهم احتياجات خاصه الكفاح الاول هو التمدرس شوف كيفاش قالت لي قريتها في المدرسه بوسي عمو يزيد فوالا والله شيء جميل تصفيقه 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 عليها برافو بنتي برافو 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 تعالي 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 واسمك وسام وسام واش راكي وسام لاباس واش حبيتي تقولي لنا سؤال سؤال في أي سنة استقلت الجزائر؟ 5 جويلية 1954 لا هذه ثورة التحرير 1954 الاستقلال وقتاش؟ 1962 وقتاش؟ 1962 في أي شهر؟ نوفمبر لا لا هذه ثورة التحرير الاستقلال وقتاش؟ 5 جويلية برافو 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 أعطيه الهدية تاعها أعطيه الهدية تاعها أنا شاطرين بزاف والله غير لحمية ويتشوك يا ميجاوبوني ما خبيش عليكم الله غالب يا أخي بنتي أعطيني الهدية تاعها بنتي شركة شيبس مهبول راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع عمو يزيد يهدي لك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفادي بها شكرا العفو العفو بنتي الله يخليك الله يخليك شاطرين شاطرين بزاف أروحي ريتاج ريتاج وش حبيتي تقولي لنا ريتاج قولي لهم نحبكم نحبكم ونحبكم بزاف نحبكم فاف الله يبارك الله يبارك الله يبارك شكون اللي حافظ الاغنيه مادام انا نهضروا على التمدرس نهضروا على التمدرس ما نقدروش ما نغنوش مدرستي شكون اللي حافظ مدرستي كم احب مدرستي مدرستي كم احب تعرفها هاك تعال قل لهم اسمك اسمي ياسر البرقع ياسر الله يبارك الله يبارك ياسر غني لنا تشوف مدرستي مدرستي كم
نسيتها. اي معليش معليش. واش حبيت تقول لهم؟ يا جماعه اذكر حبابكم شفنا هذا العام هذيا تاع الزائر الثاني ثم الثوره هذه كواحد كواحد مث واحد الثوره هم طيحهم طيحهم صحيتو مغتي موكو. الله يعيشك الله يعيشك الله يعيشك. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحياها مدرستي. وشن وش حبيت تقولي لهم؟ صوتي مدرستي أتحد مدرستي أحلو رميوني لا 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 أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي. برافو برافو برافو. إذن تغنوا كامل معايا مدرستي كم أحب مدرستي. يا أخي الكفاح الأول تاع الأولياء للأولاد الأطفال اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة هو التمدرس. إذن مدرستي كم أحب مدرستي. يلا مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. كامل 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 كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي. أدرس بها مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي. لا أنساها ويزيد في قلبي هواها
سنة من بعد سنة سنة من بعد سنة سنة من بعد سنة مدرستي مدرستي كم أحبه مدرستي اسمها دوما في جبتي أجب بها دوما يتي هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي اسمها دوما في جبتي أجب بها دوما يتي هي كنز المعرفة فلتحيا يا مدرستي. حنا فرحنا بالدراري هذو اللي رجعوا لي على اليوم عندنا ومرحبا بهم طولطو والدار دارهم وحنا ان شاء الله حنا وعدناهم باش نخرجوا بهم واليوم راك تعرف موفيطو شويه هكذا وان شاء الله مازال يمات ان شاء الله ونوعدوهم ان شاء الله نخرجوا ان شاء الله بهم ان شاء الله يحيى ولا عمو يزيد درنا حفلة فرحوا كاع بينا وفرح بينا وحنا فرحنا ثاني وحنا يا فرح بينا اليوم حضرنا حفل ما شاء الله في على شاطئ البحر جميلة في يعني جوزنا أروع ما يكون كرموا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تخيزومي فنتيا الحمد لك صحة ميزيد على الاحتفال مسا الخير عليكم ويعطيكم الصحة على هذه المبادرة اللي لو ريستوران دوفا استقبلوا لي تريزوميك وعلى عمو يزيد اللي لا دوني لا جوا لهاد الدراري ويعطيه الصحة وطول لو ستاف والشروق تي في صحة عمو يزيد وصاحبي هو حبيبي هو حبني بزاف بعدا وقتيكم صحيت يعطيك الصحة عمو يزين كانت الحفلة شابة مليحة السلام عليكم نحن من الجمعية تاع آويت ابتسامة 21 ولاية البليدة جينا اليوم الاستضافة هذه على اليخت هذايا ونشكر كل من ساهم في الحفل نشكر عمو يزيد والحفلة جازت ما شاء الله ولادنا ثاني استمتعوا كل المتعة بهذا الحفل شكرا السلام عليكم اليوم لا جورني تاع لي زونفون تريزوميك تريزومي 21 الحفل جاز تري بيان لا ريسبسيون ما شاء الله ان شاء الله السلطات تاعنا ياخذوا بعين الاعتبار هذه الفئه يقوموا بهم باذن الله يدير لهم سورتو دي زيكول pour les enfants ado trisomiques. Ou yatek saha monsieur Amou Yazid, monsieur tri amoura tani, barak lahou fih. Salam alaykoum. Yatek saha Amou Yazid ala hadi el moubadara, w inchallah tkoun moubadara wahda okhra. Ou hada ma kanou zrari farhou, yatekoum saha. Qol Amou Yazid kou sahit, kou saha monsieur Koukou, ki sorti. Nchoukhroukoum ala el hafawa w istiqbal w khassatan Amou Yazid w inchallah nkrouha inchallah. أشكر هيئة التنظيم والصحافة وأشكر الحفلة كذلك سررنا وبلجحنا وشكرا لكم كثيرا السلام عليكم بخسي بوكو شكرا عمو يزيد باسم مدير العام مسيو دريدي محمد رحبنا بالضيوف والأطفال والحمد لله استقبلنا هذه الضيوف ولكن كان الجو شويه يعني ما كانش في صالح باش ندير لهم الرحله هذه وبمناسبه هذا العيد عيد لتريزومي يعني ماذا بينا ان شاء الله ما هيش هذه الرحله الاخيره ان شاء الله تكون رحلات كثيره ان شاء الله في المستقبل ودرنا هذا الحفل هذا مع سي شاب يزيد وكانت حفله يعني في ما شاء الله ونشكرهم كثير ونشكر الضيوف مام لي بارون ديلاف وحنا رانا في الخدمه ان شاء الله وماشي هذه ابتداء من اليوم ان شاء الله تكون اكثر رحلات ان شاء الله كما شفتوا استمتعوا معنا اليوم الاطفال اللي عندهم لا تريزومي 21 المصابين بمتلازمه داون اذا
كما شفتوا عمو يزيد والاصدقاء اللي جاوا فرحوا مع هاد الاطفال هادو، نتوما ثاني عندكم واجب وعندكم دور باش تراعيوا المشاعر تاع هاد الشريحه هذه، وكذلك تساعدونا في الادماج نتاعهم المدرسي والاجتماعي. مهم جدا لانه المجتمع تاعنا لازم يعيش، لازم التعايش في المجتمع يكون موجود، لازم نقبلوا الاخر، لاكسبتاسيون دو لوتر، شيء مهم جدا. نتكلوا عليكم باش تساعدوا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى المسنين وكمان لازم، ولكن الطفل بريء بريء، لذا لازم نساعدهم ونراعيهم. وتحيه لاوليائهم كامل اللي يكافحوا اولياء الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. سلام، نحبكم وبقوا اوفياء على صفحه الفيسبوك عمو يزيد الصفحه الرسميه. سلام.